الموضوع لابد من الإجابة عن السؤال التالي: اذكر أشهر الغابات في العالم. جيد، غابات الأمازون. ممتاز، الغابة السوداء. رائع، غابة الحجر الأحمر. والآن أعزائي المتعلمين، عزيزاتي المتعلمات، لاحظوا جيدا وقرأوا عنوان النص ولاحظوا الصورة جيدا لإعطاء بعض توقعاتكم. لعل من بين التوقعات التي توصلتم إليها غابات أشجارها عالية. هذا ممتاز، أشجار الغابة كلها مثمرة. حسن جدا، غابات تحترق. رائع، غابات أشجارها خضراء. أعزائي، نحتفظ بهذه التوقعات إلى حين التحقق منها في حصة لاحقة. لسماعكم الجيد للنص السماعي الذي سأقرأه عليكم الآن. إذن استمعوا جيدا. غابات السحاب، يطلق هذا الاسم على نوع من الغابات النادرة في العالم، ويوجد بالمنطقة الآسيوية من الكرة الأرضية. تحتفظ هذه الغابات بطبقة كثيفة من الماء فوق أغصانها، فتبدو جميلة في منظرها، وهي مغلفة بالضباب والسحاب. ثم يتحول كل ذلك إلى قطرات الندى، فتصير أنهاراً كبرى تروي ملايين البشر، وتترعرع عليها آلاف الأنواع من الفراشات والطيور والحيوانات النادرة التي جعلت من هذه الغابات موطناً نموذجياً لتوالد هذه الأنواع النادرة من الكائنات الحية. تعتبر غابات السحاب موطناً عريضاً وفريداً على الأرض، لأنها توفر الماء للفلاحين وللمجتمعات الريفية والمدنية القريبة منها على مدار العام، إضافة إلى أن هذه الغابات تساهم بشكل كبير في تغيير المناخ وتوازنه واعتداله. لذا فإن الحفاظ عليها وإصلاحها ليس قضية أخلاقية أو حباً في الطبيعة فقط، بل هو مسألة اقتصادية حاسمة بالنسبة لملايين البشر الذين يعيشون في مناطق هذه الغابات بمساحتها الكبيرة جداً في آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا أيضاً. أشكركم أعزائي على حسن إصغائكم للنص. إذن عما يتحدث الكاتب؟ أجوبتكم رائعة. يتحدث الكاتب عن غابات السحاب. ممتاز. أيضا سحابها يغطي الأشجار. هذا جيد. والآن أعزائي، لنسمع للنص مرة ثانية، وحاولوا تسجيل بعض الكلمات الصعبة حتى يتسنى لنا
فهم مضمون النص. تحتفظ هذه الغابات بطبقة كثيفة من الماء فوق أغصانها، فتبدو جميلة في منظرها، وهي مغلفة بالضباب والسحاب. ثم يتحول كل ذلك إلى قطرات الندى، فتصير أنهارا كبرى تروي ملايين البشر، وتترعرع عليها آلاف الأنواع من الفراشات والطيور والحيوانات النادرة التي جعلت من هذه الغابات موطنا نموذجيا لتوالد هذه الأنواع النادرة من الكائنات الحية. تعتبر غابات السحاب موطنا عريضا وفريدا على الأرض، لأنها توفر الماء للفلاحين وللمجتمعات الريفية والمدنية القريبة منها على مدار العام، إضافة إلى أن هذه الغابات تساهم بشكل كبير في تغيير المناخ وتوازنه واعتداله. لذا فإن الحفاظ عليها وإصلاحها ليس قضية أخلاقية أو حبا في الطبيعة فقط، بل هو مسألة اقتصادية حاسمة بالنسبة لملايين البشر الذين يعيشون في مناطق هذه الغابات بمساحتها الكبيرة جدا في آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا أيضا. أحسنتم، لقد توصلتم إلى استخراج المفردات الصعبة. جيد، النادرة تترعرع، أيضا كثيف، ينطوي، حاسمة. جيد، حاولوا شرح هذه المفردات الصعبة على أمل اللقاء بكم.